الاحساس بياخدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر، بين حلو ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ده حكيتنا وده معتنا في حياتنا، حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته مفيش. ده بيكره وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعيش. ده حكيتنا وده معتنا في حياتنا، حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته مفيش. ده بيكره وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعيش. طريق بتختاره بإرادتك وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقاك في لحظة وخاف. ده حكيتنا وده معتنا في حياتنا، حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته مفيش. ده بيكره وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، والقلب اللي ما بيحبش يبقى خسارة يعيش. والقلب اللي ما بيحبش يبقى خسارة يعيش. أنا عندي 5 ولاد، بس عايزة أعتبرهم 6. ال5 اللي قبلك لما كانت حاجة بتضايقهم كانوا بيجوا يحكولي، بس خلاص بطلوا العادة دي، حاسين إنهم كبروا عليا. طلقني يا يوسف دلوقتي. كان نفسي نعرف نعدي الموضوع ده، بس واضح إنه دلوقتي هيبقى صعب. أنت طالقة إيه؟ عشان كده ما جاش بالي نط، ما بقتش موجود، ومفيش واحد ميت بيرجع الحياة تاني. ليه بتعمل كده يا أحمد؟ عشان أنا مت مليون مرة بسبب إني كنت حاسس بالذنب، عشان كنت السبب في اللي جرالك. كنت بموت وأنا مش عارف أرجع للحياة، مت مش فيها بس مش عارف أرجع. أنا بحبك يا شادي. أنت بالنسبة لي صاحبتي، عمرك ما تكوني أي حاجة أكتر من كده. بصي، هو أنا مش عارفة إذا كان ليه علاقة بنيولك ولا لأ، بس أنا عارفة ومتأكدة إنه ليه فضل في تغيير كبير في حياتي. الحقيقة أنا مديوناله باعتذار، كنت دايما قاسية في ردود أفعالي معاه. أنا آسف، سامحيني. أنا عارف إني غلطت، بس أنا بتعلم من غلطتي. وإيه الغلط اللي أنا عملته عشان توصلني إني أشوفك في موقف زي ده؟ عشان اشوفكم كلكم وصلتوا اللي انتوا وصلتوا له ده. انا وهو كنا ساكنين في نفس العماره، بس هو كان ساكن فوق وانا ساكن تحت. كنت طول عمري انا اللي بطلع له، عمره ما كان بينزل لي. كنا على طول سوا، ندخل سوا ونخرج سوا، في المدرسه سوا وفي الجامعه سوا. كنت بقعد وراه في الامتحانات، كان شاطر وكنت بليد. كان يقفل الامتحان قبل نص الوقت ويتبدل معايا الورقه من ورا المراقب ويحل لي امتحاني. لما شفناها أول مرة كنا سوا، خبيت عليه إني حبيتها. سهرت ليلة كاملة باخد قرار إني أروح لها وأعترف لها بحبي. وأول ما النهار طلع جريت عليها، لقيته واقف معاها وبيضحك لي ضحكته البريئة اللي مليانة حياة وبيقول لي بارك لنا. ساعتها اتكسرت واتجرحت. كانت ليلة نسيمها صافي، وقف بالعربيه على الطريق السريع وقال لي تعالى جرب العربيه الجديده، انا عارف انك نفسك تسوقها، وبدلنا الاماكن. وبعد ما طلعت بالعربيه بدقيقه واحده وشفت الشندوري اللي كان جاي يقطع عليا الطريق، ما حسيتش باللي حصل. فقت في عربيه الاسعاف لقيته بيتنفض في حضني ودمه مغرق هدومه وهدومي. بصف عليا وطبطب عليا وبس راح. صرخت قلت له ما تسيبنيش، انا محتاج لك، ما اقدرش اعيش من غيرك. وقريت في عيني الوصيه، اهم وصيه. كان بيقول لي فديتك، رحت بدالك، حتى في موته كان ليه فضل عليا، بس الوصية كان ليها بقية. كان بيقول لي زي ما رحت بدالك خليك هنا بدالي. وعملت بالوصية، كبرت ونجحت وترقيت وقابلتها تاني. كانت جوه عينيها وبين شفايفها نفس الابتسامة اللي بتقابله بيها، أحلى ابتسامة في الدنيا. واتوعدنا واتفقنا واتخطبنا واتجوزنا، وقلت لها لو جبنا ولد هسميه على اسمي. يمكن أكون ما عرفتش أحبه وهو عايش، بس عمري ما هحب حد قد بعد ما راح. مستحيل. طب مفيش أي طريقة إن إحنا نأجل بيها؟ أنا في حاجة كنت ممكن أعملها وما عملتهاش؟ لا الصراحة يعني حضرتك اللي عملته معانا ده، لو كنت أنت يا أخو أحمد ما كنتش بتعمل كده. أنا أصلا فكرة إن أنا أجل عرضه على النيابة دي حاجة ما بتحصلش. اللي هو الحمد لله الواحد علاقاته كويسة، ما كنتش أعرف أعمل كده. بس هو لازم يرجع اللي في دماغه ده ويسمع الكلام. الكلام اللي هيقوله في محضر النيابة هو اللي هيحدد مسار القضية كلها. ده كلام المحامي مش كلامي. أيوه يا دكتور سعد، ما إحنا كلنا فاهمين الكلام ده. أنا يا جماعة عملت اللي أنا أقدر أعمله وعلى إيديكم. الموضوع في ايدك دلوقتي، ارجوك لو تقدر تساعدنا باي طريقه. ده شخص مش متعاون. انا مش فاهم هو بيكره نفسه كده ليه؟ لا انا حاسس ان هو بيعمل كده عشان بيحاول يحب نفسه. يا رب بس احمد يطلع منها على خير. انت لحقت تعرف ازاي؟ انا رحت لك البيت مرات ادم قالت لي. رحت لك البيت ليه؟ يا مش مهم دلوقتي، المهم خليني افحص. كلمت مع عنك الباليه وجوز خالتي وهو طمني، قال لي انه خلاص كل حاجه اللي كانت ممكن تتعمل اتعملت. ف يعني بلاش تتعب نفسك ولا عنك الباليه. امشي يعني؟ هو انت جيت لي ليه اصلا؟ جيت لك عشان مليون لك باعتذاري، لو قبلتيه ودي اعتذار عن ايه؟ اعتذار عن اني شكيت في لحظه ان نديم قال ان حصل بينك وبينه حصل فعلا. تمام. انا عايز نرجع يعني. أنا عمري ما هعرف أنسى اللي أنت عملته. ولا الشخص اللي انت خليتنا معاه. هو انت عندك شك ان اللي حصل ده ممكن يحصل تاني؟ لا. خلاص مش هتقدري ترجعي تحبيني؟ هذا اللي حصل ما بيني وما بينك يا يوسف الحب ما بقاش كفايه. أحمد إبراهيم أبو المجد. أيوة يا فندم، أنا بعترف إني كنت بشد كوكايين في الشارع في الوقت اللي اتمسكت فيه، وبعترف إني مذنب ومسؤول عن كل تصرفاتي. قلقتيني يا حبيبه بالمسج اللي انت بعتيها دي، في ايه؟ انا اسفه يا حبيبتي. اسفه على انت هبله، بس ايه الموضوع المهم اللي انت جايباني عشانه؟ اوعديني انك مش هتقولي لحد ولا حتى لادم. اكيد يعني انت مجرباني. ادم طلع بيخوني. انت بتقولي ايه يا حبيبه؟ ادم بيخوني. متأكدة؟ اه، زي ما انا متأكدة انك ايه؟ قاعدة قدامي دلوقتي. طب عرفتي ازاي؟ حسيت وعرفت اول ما الموضوع ابتدى. عرفتي من هي؟ لا بس هعرف وهسيبهولها، علشان لما تكون واحدة وسخة وزبالة وبتعمل علاقة مع واحد متجوز وهو خاين يبقى يستاهلوا بعض، وما يستاهلنيش طبعا علشان أنا أنضف منه ومنها بكتير قوي. بس أنا طبعا مش هسيبهولها بيس كده. أنا لما أعرف هي مين هطلع عليها أخلاق عابدين اللي بحق، هجرسها وافضحها قدام اهلها والناس كلها، هكنس عليها اولياء الله الصالحين، خليها كده البانه في بق كلاب السكك يا توفي، ويبقى يتهنى بقى سعيد بسعيده. انت ليه محسساني ان الكلام عليا انا؟ محسساكي ليه يا حبيبتي؟ هو انت مش متاكده؟ اه الكلام عليكي. الحمد لله ان انت جيت. مراتك اتجننت. لا يا توفي، مراتي عاقله جدا. لا انت مش فاهم، دي فاكره ان في حاجه بيني وبينك. لا هي مش فاكره، هي عارفه، وعارفه انه كان في حاجه، علشان قلت لها. نعم؟ اه قلت لها مش هينفع استوسخ معاها اكتر من كده، مش هينفع استوسخ معاها بعد كل ده. انا بحب مراتي يا توفي، بحبها بجد، وانا كنت مش هقدر اسامح نفسي لو كانت علاقتنا استمرت، علشان مش عارف لو هي هتقدر تسامحني او لا. حتى لو ما عرفتش تسامحني هيبقى من حقها. انت مجنون صح؟ وحشتيني. لا انا مش جايه عشان انت وحشتني ولا عشان عايزه اشوفك ولا اطمن عليك. انا جايه عشان افهم، عشان انا فعلا والله مش فاهمه يا احمد، مش فاهمه يعني ايه ان انت حتى مش عايز توكل محامي علشان يطلعك من الورطه اللي انت فيها دي. مش فاهمه؟ طب ينفع؟ يعني اكتر واحده كانت فاهماني ايام ما كنت مهزوز وبتنايا على عيني، لما الاقي نفسي واقفه على رجلي ربنا ينفخ في صورتي، ما تفهمنيش؟ مش عيب طيب؟ وهو ينفع ان انت يوم ما تلاقي نفسك وتبقى فاهمها تقرر تحبس نفسك في الزنزانه دي؟ انت عارفه الزنزانه مش عاجباكي دي كام يوم اللي فاتوا كتبت فيها قد ايه؟ حوالي روايه. يعني ان شاء الله ربنا يكرمني كده واخد 3 سنين سجن، اطلع اعمل رصيد يعني فشل القضيب طه حسين. أنا فرحانة بيك أوي ولا حاجة؟ أنتِ لسه مش مستعجلة على الجواز صح؟ الحمد لله السلامة. الحمد لله السلامة. ايه الصوت ده؟ دي مفاجأة. مبروك يا ولاد اللذينة يا حبيبي، شكلك رد عن آخر زيارة. رد يا ماما، ده هيفرقع. محدش يوكا هينام النهارده غير لما يقرا الرواية كلها. طب اصبر بقى، قبل ما نخلص الرواية عندي ليك مفاجأة. ملهمي رشا. ازيك يا شهيرة؟ ازيك يا رشا؟ ايه ده لقيتها فين دي؟ والله ما تسألني، مش عارف، لقيتها فجأة زي ما اختفت زي ما ظهرت. اوعدك هاجي لك الزيارة الجاية واحكي لك كل حاجة حصلت لي من ساعة آخر مرة شفتني، بس اللي هحكيه لك لازم يبقى موضوع الرواية الجديدة بتاعتك. بلا رواية بلا بتاع يا عم انت. يا شهيرة مش في خطيبك. كفاية كده؟ أنا خلاص فاضلي تاكة وأخسر كل علاقاتي. تعالى على فكرة بقى، ماجد هو السبب إن إحنا عرفنا أصلاً نعمل المفاجأة دي كلها. ماجد يا جماعة، مساء الخير. مساء الخير يا حبيبي. طيب خلاص، بس إحنا للأسف هنضطر نقفل، فباي باي بقى. عن السلامة. لا بجد ممكن نكمل كلامنا بقى؟ طبعا. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ قلت له 100 مره مش هينفع يبقى في ما بيني وما بينه حاجه وبرده ما فيش فايده، ما بيبطلش زن والحاح. طب وانت عايزاني اقول له يصرف نظر بصفتي مين؟ بصفتك صديقي، وكمان علاقتي بيك غير علاقتي باي حد من الزملاء. طب ليه ما تديلوش فرصه؟ يعني الدكتور اشرف انسان محترم. انت فعلا شايف ان انا المفروض اديله فرصه؟ هو انت بتعملي فيا كده ليه؟ بعمل ايه؟ ليه قررتي تقربي فجاه؟ تشكيني في كل تفاصيل حياتك. انت بتتعمدي تخلينا غير عليكي، مع ان انا نفس الكائن المقزز اللي قلت انك استحاله تكملي معاه. بس انا عمري ما قلت عليك مقزز. اللي اتقال مش مهم. بس أنا زي ما أنا متغيرتش. بس أنا اتغيرت يا سعد. أنا مش زي ما أنا كنت واحدة مريضة نفسيا، كارهة نفسي، معرفش أصلا إني بعرف أحب. دلوقتي عرفت وفهمت وحسيت قد إيه أنت كنت بتحبني. هو أنت لسه بتحبني ولا خلاص بطلت؟ أصلك لو لسه بتحبني أنا مستعدة أقولك إن أنا كمان بحبك ومحتاجالك، ونظرتي ليك اتغيرت، بقيت بصلك لفوق قوي، وبقيت عارفة ومتأكدة إني مش هكون مبسوطة غير وأنا معاك. بس بقى لو بطلت تحبيني خلاص مش هقولك أي حاجة من دي خالص. أنتي قلتي خلاص. هو أنا ممكن أبوسها؟ من غير ارتباط رسمي؟ لا طبعا. هو أنتي مش هتقولي اتفضل بجد؟ اتفضل. اتفضل. ممكن ما تزوديهاش بقى، كفايه زعل كل الفتره اللي فاتت دي يعني. انت عارف انت عملت فيا ايه؟ اعتذرتلك 100 مره. خلاص بقى ليه قطعها عليا ميه ونور كده؟ علشان انت، عشان انا بحبك. بصراحه لما قلتي انك بتحبيني انا خفت، شفت، بس انا اترعبت. انت فاهمه انا بقالي قد ايه بحاول اسمع منك الكلمه دي؟ تسمعها ليه بقى ما دام مش بتحبني انت كمان؟ كداب في اصل وشي طبعا. عمري ما بطلت احبك من يوم ما شفت خلقتك. ظلمت معايا البت الغلبانه اللي اسمها هيلدا دي، عشان احاول انساكي بيها وبرضه معرفتش. انتي عارفه هيلدا سابتني من امتى؟ من يوم ما عرفتها عليكي. عرفت ساعتها ان انا بحبك، فلما اتحاجتها قمت مراجعه شرم تاني. من ساعتها ولا شفتها ولا عمري كلمتها. احنا مش وحشين قوي زي ما انت متخيله، واوعي تفتكري انه اي حاجه غلط احنا بنعملها انه انت السبب فيها. لما كنتوا صغيرين واي حد فيكم كان يقول لي انا حر كنت بزعل. طب ودلوقتي؟ شكلي لسه بزعل. طب تفتكري لو ما كنتيش انت يعني قدام الحريه دي كنت بتتحكمي في تصرفات كل واحد فينا عشان ما يغلطش، كنا هنكون بني ادمين احسن؟ مش عارفه، مش عارفه. دلوقتي ممكن تاخدي الورد ده بقى بتاعي خلاص. بتاعي. بس انا ان انت بتعرف تغني. ها؟ يعني ايه؟ حبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لحبيبي وحبيبي إلي، أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لحبيبي وحبيبي إلي. حبيبي ندهلي قالي الشتا راح، رجعت اليمامي زهرت تفاح، وأنا على بابي الندية والصباح، وبعيونك ربيعي نور روحي. أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا يعتب حدا ولا يزعل. وعذابي حب ووجعي قلب، إحساس بياخدنا بعيد وياه، العمر بيفوت ويمر بين حلو ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ده حكيتنا وده معتنا في حياتنا، حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته مفيش، ده بيكره وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، والقلب ما بيحبش يبقى خسارة يعيش. ده حكيتنا وده معتنا في حياتنا، حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته مفيش، ده بيكره وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، والقلب ما بيحبش يبقى خسارة يعيش. يا حكيتنا ودمعتنا في حياتنا، حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته مفيش، ده بيكره وده بايع بالفكرة ومعندوش إحساس، والقلب ما بيحبش يبقى خسارة يعيش. طريق بتختاره بإرادتك وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقاك في لحظة وخاف. ضحكتنا ولمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته مفيش، ده بيكره وده بايع بالفطرة ومع مش احساس، والقلبي ما بيحبش يبقى خساره يا عيني. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك اقرب لك من قلبك وفي طيبته مفيش، ده بيكره وده بايع بالفكره ومعندوش احساس، وتمشيه مهما بيكون صعب. ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقاك في لحظة وخاف.